تزامنا مع إعلان دولة جنوب السودان وتنصيب سيلفا كير رئيسا لها، أعلن جون أحد أبناء سيلفا كير إسلامه في المسجد الكبير بالعاصمة الشمالية الخرطوم وسط تهليلات وتكبيرات عمت أرجاء المسجد. وقال جون الذي قام بتغيير اسمه إلى محمد إنه جاء من الجنوب ليعلن إسلامه في الخرطوم داعيا والده إلى الإسلام. وأضاف محمد سيلفا أنه اعتنق الإسلام لأنه يريد الجنة، مضيفا أنه سيذهب إلى الجنوب للعمل على نشر الإسلام هناك.